متابعي قناة باستارت، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. ملكة جمال العرب الجزائرية يحيى سمارة تعلن رسميا عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا عن مباشرة إجراءات الطلاق مع الحارس المصري محمد أبو جبل. سمارة قد كشفت عن مرورها باكتئاب حاد بعد تدهور علاقتها مع زوجها المصري محمد أبو جبل، وقد تحصرت من بعض التعليقات الجارحة واصفة إياهم بالنفوس المريضة. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارت.